مرحبا جميعا بكورس الـ 3ds Max المتقدم بدون أي مقدمات. رح ندخل فورا بصلب الموضوع. الدرس الماضي تعلمنا كيف نحن ناخذ كل شيء أو نعمل كل شيء اختصارات بهمنا بكبسة زر واحدة فقط. اليوم رح نطبق هي الاختصارات على كتل، خلينا نحكي إنها abstract، يعني شغلات ما لها تمام 100%، ممكن تكون فيها شوي من الخيال بس بنفس الوقت فيها كتلة حلوة وبسيطة. اليوم رح نتعلم تكنيك التفكير بالكتلة، طريقة تفكيك الكتلة لحتى أقدر أطلع فيها بال3ds Max شو ما كانت تكون، بغض النظر عن مستوى صعوبتها تتطبق بالواقع أو لا، بهمني فقط أنه أنا أرفع كتلة على ال3ds Max. طيب خلينا نشوف الكتلة الأولى بالنسبة لهالمنظور هذا. مثل ما أنا شايفين في عنا منظور كتير بسيط بهذا الشكل. كيف أنا بدي أفكر بهي الطريقة وكيف بدي أطلع هذا المنظور؟ بغض النظر عن هي التفاصيل اللي أنتوا شايفينها كلياتها حوالين هذا الشيء، أنا هذا كلياته ما بشوفه أساسا ولا بهمني. طيب بشو أنا بدي أفكر؟ قال بدك تفكر بالكتلة بحد ذاتها. طيب كيف أنا بدي أفكر؟ قال بكل بساطة بتطلع على الكتلة ككل، بعدين بتجزئها جزء جزء، بعدين كل جزء بتشوف شو التفصيلات اللي بقلبه. يعني أنا هلأ رح بتخيل هي الكتلة كلها عبارة عن ثلاث بوكسات. شو هن البوكسات الثلاثة؟ قال في عندي أول بوكس يلي هو شو؟ عندي هاد الشي بهي الطريقة، تمام؟ عندي هي أول بوكس، وعندي هاد البوكس الثاني مثل ما أنا شايفين، وعندي البوكس الثالث يلي بيناتهم يلي هو عم يشكل الزجاج، بالإضافة لهاد البوكس يلي مقتحم كل شيء بهي الطريقة وفي بقلبه تفريغتين مثل ما لنا شايفين. بكل بساطة أنا هلأ فككت الكتلة، بروح لهنيك، بروح شو بعمل؟ رح بلش أول شيء بوحدة وحدة. طيب خلونا نطبق هذا الشيء. رح بلش أنا بهي الكتلة، شايفينها هي؟ رح بلش فيها كبداية. شو هي؟ قال إذا منروح على الماكس منروح على التوب، اتفقنا دائما نرسم من التوب كأنه احنا فاتحين أوتوكاد. رح برسم ريكتانجل بكل بساطة. هذا الريكتانجل رح يكون عبارة عن شيء هيك مستطيل بهذا الشكل. خلوني اروح على البرسبكتيف، رح بعمل كنترول اي اختصار الاكسترود اللي علمتكم اياه امبارح. انا لما بدي اشتغل كتله بدون مساقط بدون مخططات بفضل دائما الشبك يكون شغال بالاف 4، تمام؟ فانا بتطلع على هذا الشكل وبروح بفوت على قائمه الماتيريال بالام لحتى انا ادخل لهون، وراح بختار مثلا طابه لونها ابيض وبضغط على هذا الزر لحتى ينزل لي اياها على السلكتد اوبجكت، على العنصر المحدد بهي الطريقه. وفي عندي انا شغله كتير مقدسه، لما اكبس برا بتلاحظوا اللون الاساسي اللي انا انشات فيه هذا الشكل عم يطلع نفسه خطوط الشبكه بنفس اللون. طب كيف بدي اغير هذا اللون؟ انا متعود احط الخطوط كلها سوداء، فدغري بمجرد ما بلشت انا ما بروح بعطيها ماتيريال اسود، لا بروح على اللون الاساسي من الموديفاي وباخذ لون اسود ورح يلون لي لحاله الشبكه بهذا اللون. شايفين ما احلاها؟ طيب حلو كتير، خلونا نشوف هاي الصوره ونحطها هون على جنب ونفتح الماكس بهي الطريقه لحتى نقدر نحن نطبق بهذا الشكل. طيب خلونا نشوف اول تفصيله. اول تفصيله بنلاحظها على هذا البوكس، قال هو عباره عن منحني صاير هيك. طب شو كيف بدي اساوي انا هي؟ اذا بتتذكروا في عندي شغله، اذا بطبق الايديت بولي بالزر 3 بدون ما اروح لهونيك مثل ما اتفقنا، يلي ما بيعرف هدول الاختصارات كيف ساويتهم يراجع الدرس الماضي او الدرس الاول من هذا الكورس. رح فوت على مستوى السطوح 4 وبحدد السطح الفوقاني. بكل بساطه رح بعمل سكيل، رح افوت على الار واعمل سكيل للسطح بهي الطريقه. شايفين كيف طلع عندي ابدا نفس الطريقه ونفس الترتيب حتى نفس السطح؟ رح بعمل هيك بهذا الشكل. قال انا في حال حسيت هذا الشيء صغير بكل بساطه شو بعمل؟ بروح على التوب مثلا، فوت على مستوى النقاط، بحدد هدول وراح بسحبهم بالموف لفوق، وبسحب هدول كمان على اليسار شوي، ممكن اعطيه شويه استطاله لان هيك حاسس الشكل بده، تمام؟ عفوا حدد هدول بسحبهم هيك. بكل بساطه رجعت على البرسبكتيف، طلع عندي هذا الشكل مثل ما لنا شايفين. دائما لما بدي قلت شكل بضل انا عم حاول شوفه شو من نفس المنظور، تمام؟ بحاول حطه بنفس الموقف. طيب حلو، هي اول تفصيلة. طب خلينا نفوت هلأ بالديتيلز تبعها. اذا بتطلع لهون بلاحظ انه في عندي مثل سماكة، ملاحظين هاي السماكة اللي صايرة هون بهذا الشكل؟ هاي كيف بدي ساويها؟ قال بكل بساطة شو بتعمل؟ بتروح لهون لهذا السطح الصغير، فيني انا روح على مستوى السطوح وحدد هذا. قال رح قل له اعطيني اكسترود، ما رح حركه تحريك لا، كبسة يمين بقل له اكسترود،
أعطيني مقدار صغير كتير بهذا الشكل، بعطيه صح بطلع من مستوى السطوح. يعطيكم العافية، هي خلصنا أول شكل. هلأ خذوها قاعدة دائمة وأساسية، بعمره ما كان في جدار، خليني أحكي هيك مقصوص قص، أو مثلا هذا مقصوص قص هيك، يعني زاوية كتير حادة. طبعا في موجود، بس نحنا بالإخراج في عنا هون هيك على الأطراف مثل لمعة إذا ملاحظينها. تمام، هاي اللمعة كيف بدي طلعها؟ قال بتطلعها من انه تعمل مثل بولش للسطح او للحفة هاي. كيف دي ساوي هذا الشيء؟ رح بدخل على مستوى الاضلاع وبحدد، بكبس كبستين هون مثلا، ما حدد لي هون، طب بسيطة رح حددهم واحد واحد بهذا الشكل. فيني حددهم هيك او فيني اعمل لكل الشكل بهي الطريقة. طيب شو بدي اعمل بالضبط؟ قال رح بكبس كبسة يمين ولا اعطيني شيء اسمه تشانفر، بس رح اضغط على هذا البوكس. تمام، طيب لحاله بتلاقوا شو عمل، نعم هدول الحواف. قال ما بدي انا لهالدرجة نعمين، فرح رجع هاي للصفر. تمام، بكل بساطة رح ازيدها كبسة كبسة بهذا الشكل. ممكن هيك شوي قوي ايدي، ما بدي انا كتير، بدي تأثير كتير بسيط. يعني على سبيل المثال اذا حطيت انا رقم 0.5 مثلا، تمام كتير منيح. بكل بساطة هلأ بعطيه ضلع تاني، شايفين كيف هون صار في ضلع تاني؟ بقول له هلا اوكي صح، بطلع من مستوى السطوح. وهلا صار فيني انا كمل، مثل ما انا ملاحظين صار الشكل عندي كتير سلس وحوافه ناعمه. طب السطح اللي فوق شو هو؟ قال عباره عن ميرور نفسه. طب بسيطه، كيف بدي اعمل ميرور بالماكس؟ قال بكل بساطه في عندي فوق، اذا بتلاحظوا خليني نكبر الماكس شوي، في عندي هي الايقونه اللي هون اسمها ميرور، رح بضغط عليها. الميرور حلاوته انه بيعطيك عدة خيارات، اول وحدة اللي هو الميرور اكسس اللي هو المحور تبعي اللي بدي اعمل لك عليه ميرور. انا هون بدي اعمل على انه محور، قال اذا اخذ الاكس عم يعمل على اللي ناحه، اذا اخذ الواي عم يعمل على اللي تحته، اذا اخذت الزد رح يعمل لي الشكل اللي بدي اياه. تمام، طب انا بدي اياه نسخة. بكل بساطة بتنزل على شيء اسمه كلون سيلكشن، بتقول له اعطيني اياه كوبي. متذكرين الكوبي والانستنس شو الفرق بيناتهم؟ الانستنس اذا انا ساويت تغيير على الشكل الاول بيتطبق على الثاني، اما الكوبي رح يضل مثل ما هو لحاله. فانا هلا حاليا بدي كوبي، بقول له اوكي، فرح باخذ هي الكوبي لوين؟ لفوق بمقدار، يعني بس هيك على النظر. تمام، يعني رح ارجع اخذ هي على جنب، بس على النظر انا مبين معي تقريبا اذا هذا الشكل تمام او لا. حاسس انه بده شوي لتحت، اوكي هي صار عندي هلا هي الاستطاله وهذا المنظور. طب كيف بدي اعمل هذا الزجاجه اللي حواليه؟ قال كمان بسيطه، رح بطلع لفوق، روح على التوب ورح برسم اطار بهي الطريقة. شوفوا رح اخذ انا لاين او ركتانجل، خلينا نقول رح اخذ اوتو جريد او بدون اوتو جريد عفوا، رح باخذ ركتانجل بهي الطريقة. شوفوا هلا شو رح ساوي ومن شو رح استفيد. تمام، رح بيجي لهون، اطلع على الاف 3 ورح برفع هاد الشيء لهون. طب هلا انا اذا قلت له اكسترود شو رح يعمل؟ رح يعبي لي اياه. طب حلو كتير، ما في عندي مشكلة، رح روح على الليفت وقل له يا صديقي نزل لتحت شوي ورح خليه يعطيني اكسترود لوين؟ لحتى يوصل للسقف. طيب حلو كتير، هذا الشيء انا شو بدي ساوي فيه؟ كيف بدي استفيد منه؟ قال بكل بساطة شو رح تعمل انت؟ قال رح تروح وتقول له عطيني شيء اسمه اضلاع، بدي انا هدول تقسيمات، شايفين هدول؟ هدول بدي اياهم، كيف بدي طلعهم؟ قال بدي زيد الاضلاع تبع المستطيل. ليش يحذركم؟ من شان نطبق عليه اللاتس لحتى طلع الشبك. طيب انا اخذت الادت بولي، فتت على مستوى الاضلاع، رح حدد هيك انه يعطيني الشكل كلياته. فينا نعزله مشان نشتغل عليه، نعمل العزل بالالت كيو، كبسه يمين، رح اقول له كونكت. بعد ما قلت له كونكت قال له اعطيني مثلا ضلعين بكفوني، اعطيني واحد ثالث ما في مشكله. تمام، رح اقول له اوكي بهي الطريقة. هيك صار في عندي انا هدول اضلاع، من فوق ومن تحت ما رح يبينوا لانه في اشكال فوق وتحتهم، فما في عندي مشكلة. اما من هذا الطرف فبكل بساطة انا على سبيل المثال رح حدد هيك واعمل هيك كبسة يمين كونكت، رح اقول له اعطيني فقط اثنين، اعطيه صح. هلا برجع كبسة يمين قل له انهايد اول، بتطلع هيك صار عندي هدول. طب شو هلا بساوي؟ قال كمان بكل بساطة روح اعطيه شيء اسمه اللاتس، انا حاططه هون، بعطيه لاتس، شايفين كيف طلع عندي لحاله بكل شفافية؟ فوت على هذا الوسطاني مشان يشل لي هي اللي بالنص، وهيك بيكون صار عندي شو هذا الشكل. بيجي واحد بيقول لي طب هي الشبكة اللي فوق اللي تحت، قال ما عليك مشكلة. شو بعمل؟ رح طبق على اللاتس ادت بولي، رح فوت على مستوى النقاط وحدد هدول كلهم اللي تحت،
ونزل لتحت تخلو بالشكل، ما عندي اشكال. تمام، فيني خلي شوي لحتى شو يضل في اطار من على الداير. انا حاليا ما رح نزل شيء، رح خليهم مثل ما هنن. او فيني انا مثلا فوت على الاربعة على مستوى السطوح وحدد هيك، مثلا حدد هاي الشبكة، السطوح تبع هاي الشبكة والسطوح تبع هاي الشبكة، منشان شو؟ منشان اعملن ديليت. كمان بصير طالما الشيء ما له مبين فهو ما رح يأثر شو ما كانت نتيجته. تمام، فما كتير ندقق على الموضوع. رح روح على اللاتس، بس رح اغير شو عدد السيجمنتس. خليني نطفي الادت بولي شوي. اذا غيرت مو السيجمنتس، السايد خليته على 5 مشان يطلع معي قدر الامكان مستطيل. رح برجع على الادت بولي، اذا شغلناه بيطلع في عنا مشكلة. خلينا نمحي ونروح نطبق ادت بولي مرة تانية. نفوت على مستوى السطوح، بكل بساطة رح بعمل هيك، حدد هدول بالاضافة لهدول، طلع لفوق بالكنترول مشان يضل عم يضيف تحديد، هدول بعمل لهم ديليت. خالصين ان شاء الله، كل عام وانتو بخير. هي صار الشكل عندي، نسينا احنا هاد كمان، هي ديليت. خلص هي طلع عندي الشكل. طب كيف بدي اعمل انا هذا الزجاج؟ قال اوكي، اول شيء رح بعطي ماتيريال لهاد، بكبس الام بطلع لي القائمة، رح اختر له الماتيريال على سبيل المثال هذا الاسود او الكحلي، ورح بختار لونه اسود كمان من هون كالعادة. طب خلونا نعمل هلا الزجاج. رح روح على التوب، شايفين كيف عم نرسم كل شيء من التوب؟ رح بكبس كنترول كبسة يمين، باخذ لاين، بكل بساطة رح بلش من هون، اخذ هاي الزاوية واطلع لهون مع الشيفت منشان يضل مستقيم، بكبس بهي الزاوية كمان شيفت، بكبس هون، برجع بطلع لفوق شيفت، بوصل لهون. هلا شايفين هذا الخط؟ انا ما رح سكره، انا فقط رح فوت لهون. ليش؟ لان اذا سكرته وعملت له اكسترود شو رح يعطيني؟ رح يعطيني بوكس، وانا ما بدي بوكس، انا بدي اياه يعطيني مثل شيء اسمه شفرة، خلينا نحكي اللي هو فقط حرف ايدج، ايدج ومعملها اكسترود. كنترول اي، شايفين كيف صار في عندي ايدج؟ هاي الايدج شو رح ساوي فيها؟ رح تكبرها هيك لفوق، وشو رح طبق عليها يا حذركم؟ رح طبق عليها Alt X لحتى تطلع شفافة بهذا الشكل. هيك بنكون خلصنا أول جزء، شايفين كيف؟ هي هي الفكرة كلها. هلا رح بيجي لهون، رح طبق هذا البوكس، شايفين هاد؟ رح أرسم بوكس نظامي. وين رح أرسمه؟ فقط فوق الكتلة. رح بيجي لهون، اطفي الشبكة، رح قال له أعطيني بوكس، ورح أرسمه بهذا الشكل مثلا على الطرف، خلينا نعمله هيك، بتطلع على هذا البوكس. طب هذا البوكس شو صاير فيه؟ قال طالع من تحت، عفوا طالع من تحت هيك. خليني اطبق عليه الايديت بولي، رح حدد السطح الفوقاني وشوف قديش ممكن اطلع لفوق مثلا هيك على سبيل المثال. وفي عندي انا هون رايح هون على الطرف تقريبا، خلينا نحكي هيك، وممكن نحكي انه في على الطرف هون كمان بعد شوي. طيب هلا على شو بدي اطلع؟ بدي اطلع على النسب مثلا، من تحت قديش طالع هيك، اوكي من فوق طالع تقريبا على قد هي، اوكي كتير منيح. هلا شو رح بعمل؟ قال كانه شوي مستطيل، اوكي رح نعطيه استطاله، حلو كتير. هلا شو رح نساوي؟ قال كانه مايل لورا. طيب هي المايله انا كيف بدي ساويها؟ قال بسيطه كتير، تعال لك حدد السطح الفوقاني وحركه، اعطيه موف لوين؟ لعندك، شايفين كيف؟ هلا بتطلع هيك كانه الصوره نفسها، شايفين كيف بهي الطريقة. طبعا ما رح تطلع الصورة بالضبط نفسها لأنه في عندي شيء اسمه كاميرا، بس هيك نوعا ما شو صار؟ صار عندي نفس المنظور. هلأ بلاحظ أنه هي بدها شوي نتفشها لقدام، هيك بنكون خالصين. شو بقيان عندي؟ قال بقيان عندي التفريغة هي، أوكي تعالوا نعمل هي التفريغة. كيف كنا نفرغ؟ رح بعزل هذا الشكل، خلوني فرغ هاد، بدي أعمل هي، مش كيف بدي ساويها؟ قال رح بعطيكم طريقة كتير سهلة. تتذكروا نحن لما كنا نعمل بوكس نرسمه وندخله بالشكل ونعمل بروبولين؟ هلا ما رح نعمل هيك، شوفوا هي كيف رح ساويها. قال رح باخد هي واخد مستوى الاضلاع، رح فوت لهون وحدد هذا الضلع الثاني، بكل بساطه كبسه يمين واعمل كونكت، اوكي عطينا صح. طب حلو، كانه هي الفتحه اكبر من هي، حلو رح بعتبر انه هدول هن الفتحتين، ورح باخد هي على اليسار شوي كونه هي اكبر من هي. طيب هدول فتحتين في حواليهم سماكه، هي كيف بدي اطبقها؟ قال بسيطه كتير، فوت على مستوى الاضلاع، حدد السطح الاول والسطح الثاني، هلا كبسه يمين وراح اقول له اعطيني انسيت بهي الطريقه. بعد ما عملت له انسيت كبروا الانسيت، بتلاحظوا عمل لي سماكه بس شو على السطحين مدموجين سوا. طب في شغله كتير مهمه، انا من تحت ما له مفتوح عندي، فقط من هون. طب كيف بدي انا احل هذا الموضوع؟ قال بسيطه، ارجع لهذا الشكل وحدد كل شيء بالعرض واعمل كونكت. كونكت لوين؟
خلينا نحرك الكنكت بهي الطريقة لعند الأرض. خلاص أوكي صح. هلأ برجع بعزل الشكل Alt Q، شايفين كيف صار عندي؟ فوت على الأربعة بحدد هاد وهاد فقط، كبسة يمين Inset. أوكي طيب هلأ الإنسيت إذا بتتذكروا إذا كبسنا على هاد رح يعطيني إنسيت على السطح بحد ذاته، تمام؟ كل سطح صار الإنسيت تبعه لحال. أنا بكل بساطة هلأ رح أعطيه صح. طيب هلأ شو رح أعمل؟ قال بدي خلوني فوتوا لجوا، كيف؟ قال إذا دفشتهم ما بيمشي الحال، رح بكبس كبسة يمين قل له عطيني شيء اسمه إكسترود. باخذ الآلة الحاسبة تبع الإكسترود بقول له أعطيني إكسترود على الناقص، خليه يدخل لوين؟ لجوا. طب سؤال، إذا ضليت عم بدخل لجوا شو رح يصير؟ رح يطلعوا لبرا، لأنه الإكسترود شو عم يعمل؟ عم يطلع بجهة السطح. طيب أوكي بسيطة، شو رح بعمل؟ رح بتحايل على الماكس أنا، ماشي؟ رح بعطيه إكسترود كتير بسيط لجوا، كتير بسيط هيك، مثلا خليني أقول ناقص واحد، اوكي رح بعطيه صح. هلا شو رح بعمل؟ رح كمل اسحب وسحب. لاحظوا اذا فتت على الاف 3 هلا وعملت هيك شو رح يساوي؟ رح يسحب لي اياهم بالضبط لبرا. طب اجا واحد سالني قال لي طب استاذ بركي مفتوحين كمان على الطرف الثاني؟ قال اذا مفتوحين على الطرف الثاني فانا شو بعمل يا صديقي؟ بعمل بروبلين حصرا، تمام؟ لا تعملوا هاي الطريقه اذا كان مفتوح من الطرفين، لا بروبلين. فهلا حاليا انا شو رح ساوي؟ رح بعمل الاكسترود بهي الطريقة، بطلع من مستوى السطوح كبسة يمين انهايد اول، بتطلع على هذا الشكل، بلاحظ شو صار عندي؟ صار عندي المنظور اللي انا ساويته، بقي بس اعمل كبسة بالام، اعمل هيك مثلا، بقول له اعطيني هذا الشيء مثل انه ماتيريال وخلي لي لونه اسود. اذا بتحبوا انتم ما بتكون كل شوي تبدلوا للون الاسود، بس تخصوا شغل كنترول اي او كل ما سويتوا عنصرين ثلاثه كنترول اي، حددوا كل شيء، فوتوا لهون قولوا له اعطونا هذا الاسود، قولوا له اوكي، عم بيصير كل شيء اسود. شايفين كيف بتحسوا كل شيء صار سكتشي، تمام؟ طيب خلونا نطفي هذا الشيء، نطلع على الشكل منلاقيه شو تماما مثل هاي الكتلة. طب اوكي بدي ساوي هيك شوية شغلات يعني اعمل جو، قال بسيطة رح اروح لهون انا عالتوب F3 واعمل شيء اسمه plane، قال رح بعمل هيك بهذا الشكل، تمام؟ رح بعمل شيء على قد هاي الجزيرة بهي الطريقة، ما رح صغرها كتير ولا رح كبرها كتير، يعني بس بهذا الشكل بحيث انه نعمل شيء يعني بسيط جدا. طيب شو رح ساوي؟ قال شايفين الشبكة هي؟ قال بكل بساطة رح نزلها شوي لتحت هيك، ورح بدخل على الاعدادات تبعها وكتر السيجمنتس بهاد الشكل. طيب حلو كتير، تتذكروا نحنا بالإدت بولي عملنا شغلة اسمها Soft Selection. طيب رح طبق أول شي عليها إدت بولي، ورح بدخل على الموديفاي على النقاط على الواحد، فرح انزل لتحت شوي، منلاحظ انه في شي عنا اسمه Soft Selection، رح بدخل عليه. هون عم يقول لي اذا فعلت السوفت سيلكشن هلا اي نقطه راح بسحبها راح اكبس عليها وراح اسحبها راح يطلع لي مثل بروز وراح يسحب لي حواليها مثل كاني عم شد قماش من طرف معين. طيب قال بسيطه شو راح اسوي؟ بدي اكبر هذا المجال، راح كبره هيك شوي من الفول اوف، وراح اطلع على التوب وحدد نقطه وين بمنتصف تقريبا هذا الشيء. في نحدد اكثر من نقطه؟ قال ايه طبعا فيك، فلذلك انا راح احدد هدول كلياتهم بحيث يطلع الشكل عندي يلي هذا شايفينه مثل الجزيرة، شايفين هذا الشكل مثل الجزيرة اللي هي قاعدة عليها هي الفيلا. قال بكل بساطة هلأ شو رح ساوي؟ رح برفعهم كلياتهم بهي الطريقة، تمام؟ ممكن يكون متداخل معهم هيك، ممكن نحنا نخفف شوي، ممكن نلعب بطريقة الحنية تبع الشكل، ممكن نمده شوي بحيث يرتفعوا كلهم بهاي الطريقة. طيب ما تبقى من نقاط شو بعمل فيهم؟ رح خفف الفول اوف، وشو رح بعمل؟ رح طلع شيء ونزل شيء بكل بساطة. ليش؟ قال عشان يكونوا كل يعني تكون الجزيرة كلها متحركة وما في شيء هيك مسطح، يعني يكون شيء قريب للواقعية. شايفين كيف؟ يعني بس هيك messing around with the vertices بهي الطريقة مثلا، ممكن هدول نعملهم هيك. هلا بيجي واحد بيقول لي كيف نعمل بحر؟ يا اخي لا تعمل بحر، هلا بهمك الموديلينج فقط، اتركوا لي البحر على جنب واتركوا لي هذا الجفاف تبع الصحراء والعربات الفضائيه او الجيشيه او 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 الى اخره، ما بهمني الموضوع، انا بهمني اني وصلت لنتيجه موديلينج، انا صرت اعرف كيف فكر. على سبيل المثال رح ارفع هي اكثر شوي، ممكن ارفع شوي هدول كلات هون بهذا الشكل، ممكن انا لحقها بشويه فيرتكسز بهي الطريقه، بتطلع هيك بهذا الشكل.
هيك مثلا ممكن اخذ هدول كلياتهم ارفعهم بهي الطريقة، شايفين هي النقطة؟ ممكن خليها هيك، ممكن هدول نزلهم لتحت، ممكن هدول كمان نزلهم لتحت شوي، ممكن هي ارفعها بهي الطريقة، ممكن هدول شوي نزلهم مثل ما احنا شايفين يعني بهذا الشكل. هلا شو بعطيها؟ قال بعطيها مادة، بفوت على الام مثلا رح اقول له اعطيني مادة تكون هيك تقريبا بيج على بني تراب يعني مشان تكون ارضية، ورح اروح واقول له اعطيني اياها اسود بهي الطريقة. شايفين كيف صارت ما احلاها؟ هذا الشيء ممكن نحنا نمده شوي لورا بهذا الشكل، وممكن نصغره ونخليه هيك هون. يلي بحب يساوي الدرج، يلي بحب ما يساويه ما بيهمني، المهم انه انا وصلت لنتيجة بتحاكي شو؟ بتحاكي هديك الصورة. انا بحب دائما ساوي شغلة بعد ما خلصت المودلينج، حط دائما هيك مثل ارض واسعة للمشروع كلاته، بحيث شو يبين انه هو مرتكز على شيء. شايفين كيف ممكن هذا يكون هو البحر؟ تمام، يعني انا ممكن هاد شو ساوي، قل له اعطيني يكون هيك. فوت على الماتيريالز، رح ورجيكم خدعة كتير حلوة. رح فوت لهون مثلا اخذ هاد، قل له اعطيني لون ازرق تقريبا هيك بهاد الشكل. ممكن خلينا ناخذ على ازرق اكتر، ورح نزله على هاي الماتيريال، ورح قل له اعطيني شيء اسمه ريفراكت. شايفين الريفراكت؟ بكره بناخذها بالفيري، ما بيهمني هلا شو هي، رح بعمل لها هيك شيء مثل صارت شو شفافه، اذا بتلاحظوا صار يبين منها. هلا رح باخذ نسخه ثانيه من هي لتحت، ورح قل له اعطيني اياها شو، اول شيء رح لونهم بالاسود، وهي النسخه اللي تحت رح اخذها بلون الترابي. تمام، هلا شايفين البلين اللي تحت؟ بكل بساطة أنا فيني أطبق عليه شو؟ طبق عليه soft selection اللي هو التراب اللي تحت، صح؟ فيني أطبق عليه soft selection وطلع منه جزر مثل هي الجزيرة. بكل بساطة هيك صار عنا إحنا، مثلا فتت لهون، فتت على مستوى النقاط على soft selection نفس الميثود تماما. خليني أعمل هيك الشكل مثل ما أنا شايفين، يكون شوي محدب، رح باخذ هيك شي ووسع soft selection بحيث انا شو اضرب نقاط معينة بقلب شو خليني اقول هذا الشيء، رح برفعهم شوي شوي بحيث شو كأني انا غلطت شوي، ما كنت كابس كنترول. تمام، هلا كبسنا كنترول بكل بساطة هيك. خلينا نشتغل على الافق، فينا انا هدول هلا ارفعهم شوي لفوق بهي الطريقة. شايفين كيف؟ ممكن انا اخذ هي لفوق هيك شوي، ممكن ارفع هدول شوي، ممكن ارفع اكثر من نقطة بحد بعض لحتى شو يعملوا شيء مثل جزيرة. وهيك انا بكون شو وصلت تماما للمنظور اللي انا بدي اياه بهي الطريقة. نحنا هاد درسنا لليوم، هي اخذنا اول كتلة. الدرس الجاي رح نتعلم كتلة اخرى كمان بنفس التفكير، هي ما رح تطول معنا، رح تكون كتير بسيطة، بالاضافة لانه رح يكون عنا كتلة ثالثة رح نشتغل عليها ألا وهي هي. هلا هون احنا بنكون فتنا شوي بالتفاصيل المعمارية، انه في عندي تكوين معين، في عندي خطوط معينة لازم انا ساويها لحتى اوصل لهي النتيجة. بتمنى تكونوا استفدتوا، بعرف طولت شوي، بس لازم نحنا متى ما هي طريقة التفكير انطبعت براسنا صار كل شي سهل قدامنا شو ما كانت التفاصيل. بلقاكم بالدرس القادم.